بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم جميع أبنائي وبناتي المشتركين معنا في هذا التدريب وهذا البث المباشر للدورة التدريبية المكثفة للاستعداد لمسابقة الكنغارو من عام 2021. إن شاء الله زي ما أنتم شايفين الآن على الشاشة هنبدأ في أول شيء عندنا في بعض التعريف ببعض الأشياء التعريفية لمسابقة الكنغارو، ثم بعد كده نبدأ في الأمثلة والتطبيقات والتدريبات. إذا تكرمتوا أثناء التدريب اللي عايز أي شيء طالب مني استفسار أو إعادة فهم أو شيء حاول ترفع يدك بحيث يكون التدريب منظم. زي ما انتم عارفين يا شباب احنا بندربكم على هذه النماذج المهمة، هي تجميعات وأسئلة الأعوام الماضية من الكتاب الجديد اللي انتم طبعا تدرسوه معايا الآن، هو كتاب الموسوعة. طبعا كتاب الموسوعة إن شاء الله بيغطي كافة المستويات، بس انتم طلاب المرحلة الابتدائية حظكم ممتاز ما شاء الله عليكم، انتم حظكم ممتاز، طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس ويمكن كمان الأول المتوسط معانا، لأن ده معانا الآن اللي هو الجزء الأول اللي هو الخاص بهذه المراحل. الجزء الثاني إن شاء الله فيما بعد اللي هو المرحلة نهاية المرحلة المتوسطة والثانوية هيكون إن شاء الله معنا، بس لسه باقي يمكن شهرين أو ثلاث. طبعا نبدأ مع بعض كده في تعريف مسابقة الكنغارو. طبعا يا شباب هذه المسابقة المهمة جدا في الرياضيات. طبعا هنلاقوا في الكتاب بعض المواضيع الاخرى، هذه مواضيع اثرائيه، لكن احنا اللي يهمنا الان ان مسابقه الكنغارو هذه من اكبر المسابقات العالميه في الرياضيات. يعني هذه المسابقه ليست فقط في المملكه العربيه السعوديه، ولكن اكثر من 70 دوله حول العالم بتطبق هذه المسابقه المهمه. في اكثر من 6 ملايين طالب وطالبه بيختبروا كل عام هذه الرياضيات العالمية أو مسابقة الرياضيات العالمية مسابقة الكنغارو. طبعا هذه المسابقة لمراحل الطلاب في المراحل الابتدائية لين الثالث الثانوي. طيب إيه هي أهداف المسابقة؟ سريعا كده قبل ما أبدأ التدريب هنتكلم نصف دقيقة على أهداف المسابقة. دكتورة جيان اجري لي كده الهدف الأول يا جيان. تشجيع الطالب على إتقان المعرفة. تشجيع الطلبة المعرفة في الرياضية. ممتاز، هنا أول هدف أشكرك، تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات. سلطان اقرأ لي الهدف الثاني. طيب تطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسألة الحسابية. أشكرك، تطوير المهارات الرياضية يعني الطلاب اللي عندهم مهارات رياضية، يعني إحنا يا شباب ما هنجيب لك مسائل بسيطة فيها عمليات جمع وطرح وضرب وقسمة أو عمليات خفيفة، لا، إحنا مسائلنا بتتدرج من مستويات متوسطة وعليا، كلها أسئلة خاصة بأسئلة الحسابات العليا وأسئلة الأذكياء اللي هي أسئلة التفكير، أسئلة الآي كيو، أسئلة التفكير والذكاء. الهدف رقم ثلاثة، من يقرأ الهدف رقم ثلاثة؟ قول يا حور. حور الهدف رقم ثلاثة. تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية. حياتهم لحياة الطلاب اليومية يعني هنتكلم على أشياء خاصة بالمسافة والقياس والمساحة والحسابات. توفير بيئة تعليمية تنافسية بين الطلاب. طبعا يا شباب في نهاية المسابقة إن شاء الله في أبريل مع موعد ظهور اختبارات الموهبة هيجينا إن شاء الله شهادة تفوق وميدالية ما بين البرونزية والفضية والذهبية. أسمع معصومة تفضلي، اللي رفع يدها معصومة تفضلي. ترفع يدها. بس للمشاركة طيب اتمنى يا شباب اللي بيشارك معنا يحاول يهدي الصوت حواليه عشان يناظر معي، وخاصه اذا كان في مثلا لابتوب شغال وايباد شغال بيحصل فيه ضوضاء فيه.
بيقول هنا توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة، آخر شيء تعزيز أهمية تعلم الرياضيات لدى طلبة التعليم العام. طلبة التعليم العام اللي هم الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. طبعا هنا أشياء مهمة لازم تعرفوها عشان ما تسألوني فيها بعد كده. موعد المسابقة غالبا في من كل عام في شهر مارس اللي احنا فيه هذا، اللي هو شهر 3 ميلادي. يتم تحديد موعد الاختبار لجميع الطلبة المسجلين في الاختبار عن طريق، هيكون في يوم واحد موحد، أو التدريب إذا كان الاختبار يا شباب أونلاين هيكون يومين. هنعرض لكم إن شاء الله المواعيد. رسوم المسابقة، طبعا هذه الأشياء الوالد والوالدة هم المتكفلين بيها. والاختبار له لغتين، في اختبار باللغة العربية واختبار الكنغارو باللغة الإنجليزية. طيب بالنسبة إلى هذه الشاشة المهمة، إن يا شباب باقي سبعة أيام وينتهي التسجيل. التسجيل لاختبار كنجارو باقي 7 أيام وبعض الساعات وينتهي التسجيل في هذا الاختبار. التسجيل ليس معناه الاختبار، لكن الشاشة دي بتوضح لنا المعلومات المهمة. شباب إذا تكرمتوا، وخاصة الطلاب في المرحلة الابتدائية، طلاب الصف الثالث والرابع هيجيكم كم سؤال؟ طبعا الطلاب بيسألوني. الصف الثالث والرابع اختبار واحد. شباب ما في اختبار لصف ثالث لحاله ورابع لحاله، لا. الثالث والرابع اختبار واحد، عدد الأسئلة 24 سؤال والزمن ساعة ونصف. صف الخامس والسادس اللي معنا برضو في التدريب هيجيكم أكثر شوية في الأسئلة، 30 سؤال وعندكم ساعة ونصف. برضو المرحلة المتوسطة هيكون عندهم 30 سؤال و90 دقيقة الزمن. وطبعا دي المرحلة اللي هي نهاية المرحلة المتوسطة، والثانوية نفس الشيء. كمان اللي يهمنا جدا قبل ما نبدأ في المهارات الأساسية المهمة اللي عندنا هي هذه الشاشة المهمة. مين بطل يقرأ لي هذه الشاشة المهمة؟ ارفع يدك اللي عايز يقرأ معي هذه الشاشة. قول يا فارس. الجدول الزمني لكنجارو موهبة. طيب تمام، هو طبعا كاتب الزمن ساعة ونصف، خلاص كتر خيرهم عرفونا الزمن عشان تعرف ان الاختبار هتأديه في ساعة ونصف. اهم حاجة يا شباب هو اغلاق التسجيل. اذا لم يكن لك تسجيل، وانا عارف ان انتم طبعا ما شاء الله مسجلين، نهاية التسجيل قول لاخوانك واخواتك او زملائك اخره 16 مارس اللي احنا فيه اليوم 9، يعني باقي ايه 7 ايام بس. في حاجه طبعا التدريب او الاختبار هيكون اونلاين، فالاختبار التجريبي هيكون 21 مارس ومن يوم الاحد ليوم الخميس. والاختبار الرسمي هذا مهم طبعا، يوم 26 ويوم 27، يوم الجمعه ويوم السبت. يعني الاختبار على حسب جدولك، مش يومين، لا، ممكن بعض الطلاب هيكون يوم الجمعة وفي البعض الآخر هيكون يوم السبت. إعلان النتائج عشان الطلاب يوم موهبة بصراحة سألوني كثير. طبعا هنا زي ما انتم شايفين شهر إبريل إن شاء الله هيكون شهر المفاجآت. ليش شهر المفاجآت يا فاطمة؟ فاطمة أسامة ليش شهر إبريل هيكون شهر المفاجآت؟ لأن إعلان النتائج. ها؟ لأن شهر إبريل هيكون في إعلان نتيجة الكنجارو، صح؟ وإيه تاني يا فاطمة أسامة؟ ونتائج موهبة. يعني في يوم 4 إبريل موعد نتائج موهبة، وإن شاء الله موفقين يا رب. ويوم 13 إبريل هيكون موعد الكنجارو، يعني إن شاء الله هيجيكم ميداليات ذهبية وميداليات فضية وبرونزية وشهادات تقدير، وكمان إن شاء الله منح موهبة. فإن شاء الله يكون شهر خير ويكون فيه درجات عالية بإذن الله. نبدأ مع بعض عشان إحنا اتكلمنا في الأشياء هذه المهمة. طبعا هذه المعنوين وهذه المحاضرة المسجلة احتفظوا بيها عشان ترجعوا تاني لكل المعلومات اللي أنا قلتها الآن. تمام، الطلاب طبعا الرائعين اللي معانا الآن ننطلق مباشرة. اختبار الكنجارو يا شباب بيتبع العمليات الحسابية وأسئلة الذكاء، أسئلة الآي كيو. فعشان كده ضروري جدا تكونوا مركزين معنا في التدريب.
نماذج الأسئلة. سلطان، نماذج الأسئلة. في أسئلة يا شباب، جميع الطلاب بيكونوا معانا، في أسئلة مرة سهلة. نعم. في أسئلة مرة سهلة، هذه بيكون عليها ثلاث درجات، وفي أسئلة متوسطة، هذه بيكون عليها أربع درجات، وفي أسئلة بتبقى عالية. عشان كده لو جاك سؤال، لو جاك سؤال مرة صعب، اعرف ان هو في المستوى العالي، صاحب الدرجات العالية، وهذا بيكون في آخر شيء. يعني تتوقعوا اليوم هجيب لكم من الأسئلة السهلة ولا المتوسطة ولا العالية؟ أتوقع السهلة. سهلة. طيب أنا هعمل زي بالظبط يا شباب، زي موهبة. موهبة بتعمل إيه؟ بيكون عندك الاختبارات بتيجي كده، السؤال الأول مرة سهل، الله جميل، تقول ما أحلى هذا الاختبار، تقول لي خلاص بقى وخروا عني، أنا بجيب إن شاء الله كامل إن شاء الله. السؤال الثاني كويس سهل، السؤال الثالث كويس سهل، الحمد لله. الرابع يبدأ بقى الصعوبة، يتوسط الأسئلة. السادس يتوسط الأسئلة، وهكذا لحد ما توصل في الصعوبة. عشان كده يا شباب الأسئلة مقسمة مستويات الصعوبة. فلو جاك سؤال وأنا بدربك يا شباب، سؤال خفيف، قول الحمد لله، لا تقول أستاذ وش السؤال الخايب هذا السهل هذا، لا، في كده، في أسئلة مرة سهلة، وفي أسئلة متوسطة، وفي أسئلة عالية. بس طبعا السهلة بسرعة عشان الوقت يا أولاد، صح؟ احنا اتفقنا قبل كده مع الطلاب موهبة إن مين الشخص الماهر ذو المهارات العالية؟ مين يقول لي؟ هل الشخص الماهر اللي بيقعد يحل 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 يا سلطان، ولا وش بيسوي؟ اللي بيفهم، صح؟ ماشي، ما هو اللي بيفهم برضه. طب أنا عندي سؤال، واللي يكرر. أنا عندي سؤال، كيف يعرفوا موهبة إن هذا الطالب طالب متفوق وذكي؟ قول يا محمد، محمد الفواز، محمد. أنا اللي يحل سؤال صعب، اللي يحل سؤال صعب، وهو يعني يحل السؤال الصعب ويترك السهل يعني، ويفقد منه درجات. هو اللي بيحل هو البطل، سريع الاستيعاب. فاطمة الغامدي، دكتورة فاطمة الغامدي، احنا قلنا الطالب الذكي اللي عنده مهارات لازم يبقى عنده حاجتين. فاكرة الجناح ما انا صورته لكم كده بالطائر؟ الطائر ليه كم جناح يا شباب؟ واحد السنة جناحين. فالجناحين بتوع الطائر زي الجناحين بتوع أسئلة الكنجارو موهبة. الجناحين لازم أكون إيش؟ لازم أكون سريع، ولازم أكون إيه؟ نبيه. دقيق أو نبيه، تمام. يعني لازم الدقة والسرعة. عشان أحل السؤال يا شباب لازم أكون عندي دقة، سرعة الدقة. الدقة في الحل، يعني أكون مركز وبحسب وحاسب صح، وبجمع صح، وبضرب صح، وكمان لازم أكون السرعة. ليش يا سلطان؟ ليش المهارة مكونة من شيئين زي الطائر كده اللي له جناحين، الدقة والسرعة؟ يصلح تكون إنما ينفع واحدة أو تترك الثانية، لأنها مرتبطة ببعض. أنت أحسن لاعب عندك مين بتحبه؟ لاعب كورة ولا ما تحب الكورة؟ ألا أحب بس. مين أحسن لاعب عندك؟ في كثير. طب قول لي واحد. يلا ميسي. طيب أسألك سؤال، هو ميسي أنت تحبه عشان هو بيجيب أهداف واحدة واحدة كده، ولا هو كمان سريع؟ لا، عشان سريع يجيب أهداف. فعشان كده هو ماهر، بنقول عليه إيه؟ لاعب ماهر. اللاعب الماهر لابد يتمتع بالصفتين، السرعة والدقة. أنا هقول لكم قصة صغيرة وأنتوا تقولوا هذا الطالب شاطر ولا لا. هذه القصة حقيقية والله. أحد الطلاب بيختبر عندي في الثانوي قدرات، بيقول لي أستاذ أنا قعدت أحل وما كفاني الوقت. قلت له وش سويت يعني؟ قال والله يا أستاذ السؤال الخامس مرة صعب، قعدت أحل فيه، خدت الوقت كله في السؤال الخامس، وضاع علي الوقت، وسكر علي اللابتوب، وسكر علي الاختبار. هذا الكلام صح ولا غلط؟ خطأ. تروح السؤال الثاني بعدين ترجع له. قولوا لي هذا الكلام صح ولا غلط؟ هو قاعد يحل بالسؤال. خطأ، لأن إذا ما فهمت على السؤال الثاني تروح السؤال اللي وراه. تروح اللي بعد الشهد بدين ترجع له. الله يهدي. صدق، أنا بكلمكم على أشياء حقيقية على فكرة حصلت.
حصلت معايا الاسبوع الماضي احد الطلاب كده، طبعا زعلت منه جدا، قلت له اذا كان السؤال الخامس هذا صعب ليش انت ما حاولت تستبعد ولا تستنتج ولا تتوقع، وحذفت بعض الخيارات وخدت بعض الخيارات اللي اسمها استراتيجيات الحل، ثم رحت لستة وسبعة وثمانية، يمكن ستة هذا كان سهل وسبعة كان سهل وثمانية كان سهل وتسعة كان سهل، ليش خليتك مغرز في خمسة؟ قال لي والله يا استاذ انا قلت انا ما همر الا لما احلها، وخدت فيه الوقت كله. طبعا ده خطأ. عشان كده يا شباب سواء كنت بتتدربوا معايا موهبة او كنجارو او حتى قدرات، سواء كنت طالب في المرحلة المتوسطة او الابتدائية حتى الثانوي، في حاجة عندنا بنسميها مهارات الحل السريع، طرق الحل السريع. انا مو فاضي اضيع الوقت، لان الاختبار لابد اكون دقيق وسريع الاثنين مع بعض. طيب هنبدأ بسم الله كده، من اللي قال بسم الله؟ أسألكم سؤال، بسم الله الرحمن. يصلح تتدربوا معايا في الرياضيات بدون ما يكون جنبكم قلم وأوراق؟ لا يا استاذ لا. لا طالب ما جنبه قلم وأوراق؟ قدامي ورقة وقلم. لازم يبقى جنبك ورقة وقلم. إلا عندي. بس في واحد يقول لي يا استاذ استاذ ترى انت قديم يعني، اقول له ليش؟ يقول لي ترى في حاجة اسمها ايباد وقلم كذا وحركات. والله عندي، شوفوا اهو، شوف انا عندي فين الشاشة اهو، انا عندي برضو القلم وما ادري وين الايباد راح، بس عادي بكتب عليه هنا جنبي الحين. فعشان كده لازم تجرب، لازم تجرب، لان جزء الرياضيات وخاصة اسئلة الكنجارو بتحتاج حسابات، وهي خاصة بالرياضيات. اسأل سؤال، الكنجارو يا شباب، الكنجارو لها علاقة ب مثلا أسئلة غير أسئلة الرياضيات ولا الرياضيات فقط؟ في رياضيات، في علوم احيانا. لا لا يا بطل، هذه موهبة. موهبة مالك، بس هي لغتي فيها لا 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 لا، اسمعوني يا شباب. لا رياضيات. طبعا انا عامل الكتاب عشان ينمي مهاراتكم في المهارات كاملة، لكن لان في اختبار تاني اسمه التيمز، بعد كده في عندنا اختبار تاني اسمه التيمز، هذا التيمز هيبقى في ساينس في علوم، وفي في ساينس في علوم، وهيكون في رياضيات، لكن اختبارات الكنجارو رياضيات فقط. اتفقنا سلطان الجعفر؟ سلطانة نعم. اختبار الكنجارو في ايش؟ رياضيات. ماشي استاذ. واحد يقول طب يا استاذ طب الكتاب فيه علوم فيه ساينس، ساينس هذا عشان اختبار اللي بعده اللي هو التيمز ان شاء الله. خلاص يعني الكتاب اللي معكم ان شاء الله هيخدمنا في موهبة ويخدمنا في الكنجارو وفي التيمز والستيم كل شيء. مين بطل بيرفع يده لما يجي السؤال على الشاشة؟ اسمع الرائعة جيان الحازمي تقرأ السؤال الاول. نعم يا استاذ. تفضل اقرأ السؤال الاول. اي السجابة السحابات، أين السحابات التالية جميعها جميع أرقامها أقل من سبعة؟ من سبعة. واحد يقول أستاذ والله سؤال جميل وخفيف، الحمد لله الحمد لله أنه هو خفيف، صح؟ عشان يويل اللي هيتطنز بالسؤال، لأن في أسئلة صعبة لسه ما جات الحين. مين يقول يا شباب أي السحابات التالية جميع الأرقام أقل من سبعة؟ لا تتكلم إذا تكرمت إلا ما ترفع يدك. أي السحابات التالية جميع الأرقام أقل من سبعة؟ اكتب على الشات، اكتب على الشات، اكتب لي على الشات. زهرة فضلي. جيم. نعم اللي يتكلم. طبعا انتوا طبعا لسه مع في بعض الطلاب عارفين طريقتي في التدريب، وفي بعض الطلاب ما يعرفوا، اللي يعرفوني يعرفون ان انا ايه بحاول اقول الصوت يكون عالي عشان اسمع. تفضلي يا دكتور. جيم. جيم، ليش جيم؟ لانه جميع ارقامها اقل من سبعة. ممتازة، بسرعة حليته صح. في وقت ان انا اطول ولا اروح للسؤال الثاني؟ سؤال ثاني على طول. طبعا هنا زي ما انتم شايفين جميع الارقام، جميع الارقام اقل من سبعة هو الخيار جي. السؤال اللي بعده على الشاشة الان، اي شكل يمثل جزءا من العقد؟ هو مديني هنا عقد، هذا اللي فيه خرزات هذه كده او مسبحة كده، وبيقول اي
جزء وقطع منه جزء يا شباب، بيقول لي أي واحدة فيهم هذه الجزء المقطوع يمثل جزء من العقد. طبعا الطلاب الرائعين اللي بيكتبوا على الشات والطلاب الرائعين اللي بيرفعوا يدهم. طيب مين اسمع؟ عندنا أول واحد رافع سلطان، قول يا سلطان. دال يا استاذ. دال. طب فكر، أنا ما أدري والله، أنا ما أدري، أنا بس أشوف الشات أهوت، أشوف الطلاب كاتبين إيه على الشات. ما شاء الله. أنا حليت أول واحد استاذ. فارس كتب دال، وسالم كتب دال، ومعصومة كتبت دال، وما شاء الله. قول يا بفت، كيف عرفت إن هي دال كده بسرعة؟ استاذ لو تشوف أنت ألف. احمر ايش اسمه ابيض وازرق وابيض، طيب البرتقالي ما هو موجود. ونشوف طيب باء فيها ازرق وابيض وبرتقالي. خلي بالك يا بطل، خلي بالك الف ممكن يكون خدها من فوق، لان شايف فوق في ازرق وابيض وما في برتقالي فوق، ممكن صح؟ صح ممكن تيجي في الف، بس ليش الف خطا؟ لأن ما في برتقالي، لأن ما في في الأز في بين الأبيض في وسطهم أزرق صح؟ الحبتين اللي هم بالأبيض جنب بعض صح ولا خطأ؟ صح صح. الحبتين اللي بالأبيض هذول الخرزتين هذول الأبيضتين البيضاويتين متجاورتين، يبقى ما أقدر أقول إن ألف صحيح. كمل معايا يلا. هل ممكن باء؟ لا، لأن ما في أزرق على اليمين وأبيض في النص وبرتقالي على اليسار، ما في ولا واحدة. اللي أنا بستخدمه يا شباب الطلاب اللي لسه جدد معنا، هذه بتسمى استراتيجية الاستبعاد، طريقة اسمها الاستبعاد. يعني إيه الاستبعاد؟ يعني أبدأ إن أنا أوخر بعض الخيارات وأنا بجرب في الحل. ألف زي ما تقول مستبعدة، وباء مستبعدة. طب تعالى جيم. جيم ما حطه فيها برتقالي، فهذه اول نقطه. ما يصلح يا شباب البيضه بين اثنين زرقاويتين، ما في بيضه بينهم، ده الاثنين البيضاويتين جنب بعض خلاص، يبقى هو قطع اي جزء يا بطل؟ قطع هذه البيضه والزرقه والبرتقاليه، الجزء هذا هو الجزء المقطوع. اشكرك. السؤال اللي بعده. طبعا يا شباب في مسموح لك انك تتكلم بدون اذن في حاله واحده فقط، ايه هي؟ لما يكون السؤال صعب وعايز تفهمه زيادة وانت مش فاهم الطريقة. طيب سؤال على الشاشة. لنا يا لنا، دكتورة لنا. نعم دكتور. انا هقرأ السؤال وانت بس ساعديني في الحل، ممكن؟ طيب ممكن. بيقول هنا تجمع نحلة الرحيق من جميع ازهار المستطيل. طبعا انت بتدرسي دبلومه صح؟ بتدرسي انترناشونال صح؟ ايوه. طيب معلش خليني اقول بس لبعض الاشكال. طبعا انت عارفه مستطيل اللي هو الشكل اللي هو ايش؟ هكذا. ايوه عارف عربي. طيب هذا الشكل بنسميه بالعربي مستطيل، وهذا الشكل مثلث صح؟ وهذا طبعا السيركل هذه ايه؟ دائره. خلاص. بقول ايه يا دكتوره؟ أنا عايز هنا تجمع النحلة الرحيق من جميع أزهار المستطيل الواقعة خارج المثلث. يبقى المستطيل اللي خارج المثلث، كم عدد الزهور التي ستجمع منها حبوب اللقاح؟ تفضلي. أنت تقولي تسعة، ليش؟ لأن الورود اللي خارج المثلث من الأحمر والأزرق تسعة. يبقى أنا كنت عايزة تقولي لي إيه؟ أول حاجة نحدده مين؟ المستطيل صح؟ أيوه. هذا المستطيل. شوف يا شباب أنا بعمل إيه في الاختبار؟ أول حاجة عيوني تركز زيادة زي اللي أنا ما بدي أقول لكم كده، مركزة على المستطيل. كل ده في المستطيل تمام. ها؟ أنا أوخر الورود اللي هي داخل مين؟ المثلث. هذا داخل المثلث، داخل المثلث، داخل المثلث، داخل المثلث. كل اللي شققت عليه ده داخل المثلث، استبعده. قولي معانا يا لنا يلا، كم فوق هنا؟ خمسة، ستة، ستة. ستة، وكم تحت هنا؟ ثلاثة. ستة زائد ثلاثة يساوي تسعة. أشكرك، رائعة. طبعا يا شباب الطالب الذكي هو الطالب اللي هو حتى لو بيدرس دبلومة
يحاول برضو يتدرب شوية على العربي لأن يمكن يحتاج بعض الأشياء العربية في الحل. أشكرك. السؤال اللي بعده، ارفع يدك إذا حبيت تجاوب معايا صوت أو تكتب على الشات. طبعا أنا شايف عندي هنا علي وعندي حور وعندي معصومة، عايز كل الطلاب، ولو في ملاحظة اكتبوا لي. أسمع سعد، دكتور سعد، سعد القحطاني. يا سعد. طيب على سعد ما يرد عليا قول يا علي. علي. طيب علي كمان ما بيردش علي. محمد فوق. موجود استاذ موجود. قول يا ولد، قول بسرعة يا سعد. يا ويله اللي اقول على اسمه وما بسرعه ما يفتح المايك ويكلمني، بذبحه. موجود استاذ. يلا اتفضل السؤال. يلا على الشاشه. علي انا. تقول؟ علي عبود. علي. ايه علي يوسف. ايه. انت علي يوسف؟ ايه. والنعم بك علي، انت علي مهندس ولا علي دكتور؟ معلك زول. ايش؟ معلك زول. الله يجزاك خير، قلت لي مهندس ولا دكتور انت؟ أنا؟ هتطلع مهندس ولا دكتور؟ أبي يصير لاعب كورة. لاعب كورة؟ الله يهديكم بس. كلكم رايحين على القروش أنتوا، عايزين تبقوا معاكم قروش أنتوا زي ميسي وهذول الله يهديهم. يلا. طب ما طيب مش عايزين وقت الكلام وعشان كله، طيب خلينا في الدراسة أحسن. يلا يا كابتن. كابتن علي. اقرأ السؤال. طبعا. طويت هن ورقة. أستاذ. طويت هند ورقة مرتين. طويت هند ورقة مرتين. ثم قصتها كما هو موضح بالشكل. كما قطع ستكون معها في النهاية. بصفتك كابتن كبير تعرف تقول لي لو هذه هند جابت الورقة كده ثم صفطتها من هنا ثم صفطتها من فوق لتحت وقصتها كده يطلع معاها كم قطعة؟ يطلع معاها كم قطعة؟ أربعة. اثنين وخلاص؟ أربعة. يطلع أربعة. ممكن أربعة. طيب بجيب ورقة وبجيب. طيب طبعا هذا السؤال ممكن أنت لو أنت بتختبر سريع ممكن تشق أي ورقة من جنبك وتسويها بسرعة، وإذا عايز أن أنت تتخيلها ذهنيا تقدر تتخيلها ذهنيا، صح؟ في ناس أنا طبعا ما أدري الجواب إيه، أنا أتخيلها معكم. أتخيلها معكم، الجواب هل هو اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ علي يقول أربعة. مين اللي عنده إجابة ثانية؟ الأستاذ. مين؟ فارس. قول يا فارس. خمسة. فارس يقول خمسة، شكرا يا فارس. قول يا حور. سندوبي قصيته ولقيتها. شكرا يا فارس، قول يا حور. نعم. يطلع كم واحدة؟ كم قطعة؟ خمسة. خلي بالك أنا في المرة الأولى ما شقيت، المرة الأولى صفطتها بس، والمرة الثانية صفطتها بس، اللي شقيتها يا ولاد هي المرة الثالثة. اثنين. أنتوا فاكرين أنا شقيتها هنا بالمقص ثم شقيتها بالمقص؟ لا، أنا ما قصيت الرسمة، معبرة على الرسمة عندك. معصومة تقول اثنين. أستاذ تدروا إن كل إجاباتكم خطأ؟ ثلاث قطع. أنا الإجابة ثلاثة. إجابة ستة. أسمع ثلاثة. أسمع فقط فاطمة الغامدي، فاطمة الغامدي بس. أستاذ فاطمة الغامدي ممكن؟ اقفل المايك يا ولد. أستاذ أنا قلت أربعة في البداية، رح جبت ورقة طلعت لي ثلاثة، استغربت والله. الله يهديك يا فاطمة. طب افرضي يا فاطمه قالوا لي ما تستعمل اوراق وما عندي. انا استبعدت 2 و5 لان مستحيل تيجي 2 و5. رحت
2 و5 مستحيل. أول حاجة مستحيل 2 و5، أشكرك. هذه يا شباب طريقة جميلة اسمها طريقة الاستبعاد، فعلا أشكرك عليها. أول حاجة يا شباب أنا هستبعد 2 واستبعد 5، أكيد أكيد فيها المسألة فيها إيه؟ فيها أفكار عن الاثنين، فيها أفكار عن الاثنين. طيب كيف بقى أختكم قالت أنا رحت جبت ورقة وشجتها هكذا وطلع معايا النتيجة. طيب أنا هقول شيء، لو أنا الآن جبت الورقة كده، تخيلوا معايا يا شباب، أنا جبت الورقة كده، نجي بس هذه، أيوة الورقة هذه، وبس صفطتها منين؟ صفطتها كده، صارت بهذا الطول، صارت مستطيلة كده، ثم جبتها من فوق لتحت. يا أولاد لو أنت تتخيل الورقة لما جت من فوق لتحت صار الطرف هنا الحر ده، أنا أعتبر أما الطرف هذا اللي عليه سهم جاء مع الطرف اللي عليه سهم وشجتها كده، صار في هنا قطعتين لما يتشجوا، وقطعة فين؟ أنا شجيت من هنا صار عندي قطعة فوق، القطعة اللي فوق دي قطعتين ملتصقتين في بعض، والقطعة اللي تحت مع الطرفين الحريين، هذا الطرف الحر مع هذا الطرف الحر. محمد فواز فهمت أنا قلت إيه يا محمد؟ ثلاثة ثلاث قطع أربعة ثلاث قطع، أربعة خطأ واثنين قبل خطأ وخمسة قبل مستحيلة. أعيد مرة ثانية أو أقول لكم شيء، أنتوا هذا النشاط اعتبروا ده نشاط من أنشطة الواجب، جيبوا ورقة واصفطوا الورقة ثم نصفطوها كمان مرة، وجيبوا المقص بس ما تجيبوا مقص حاد، جيبوا مقص عادي كده حق الأوراق وقصوها، هتجدوا أن القطع النتيجة زي فاطمة الغامدي ما سوتها. أشكرك يا فاطمة. السؤال على الشاشة الآن، سؤال جديد على الشاشة الآن، حور يا حور. نعم نعم الله عليك، اقرأ السؤال يا دكتور. إذا كان وزن الكنغر الأم وابنها 60 كيلوغرام، وكان وزن الكنغر الأم وحدها 52 كيلوغرام، فما وزن الكنغر الابن؟ طبعاً يا شباب 8 عشان هذه هذه مسابقة الكنغارو، فهي هتلاقوا كثير الكنغارو داخل في اختباراتنا وكثير الصورة هذه متكررة. خلاص 8 ثمانية كيلوغرام. ليش ثمانية؟ لأنه إذا كانت الأم وابنها 60 كيلوغرام وناقص 2، ناقص 8 أيوة 52 حيساوي 8. حيساوي 8 بطلة، لأن الأم والابن 60 والأم بس 52، يبقى أكيد الابن هذا الصغير اللي ببطنها هذا في الجراب هذا اللي هي حطاه فيها اللي هي الكنغر هيكون 8. أشكرك، جواب صحيح. أسئلة جميلة صح يا شباب؟ بالله أسئلة صعبة ولا سهلة؟ والله مرة سهلة. حلوة حلوة والله. أنتوا عارفين يا شباب دايما يقولون في العالم كله الطالب اللي يحب الرياضيات ويتعلم في أسئلة الرياضيات ويحل مخه يشتغل، ولما مخه يشتغل بعد كده يبقى في الرياضيات وفي الكيمياء والفيزياء وفي الساينس وفي العلوم وفي كل المواد وفي لغتي بشاطر. الرياضيات تنشط المخ وتنشط الذاكرة. ما حد يكتب على الشات يا شباب بالقلم علشان الصورة تطلع واضحة وتطلع جميل. طيب دخلنا بقى الحين بقى في ايه كمان جولات زيادة واسئلة قوية. سؤال على الشاشة الآن، ما تتكلم ولا تسأل إلا ما تجيب ورقة وتجرب، جيب ورقة وجرب في الأسئلة اللي عندنا الآن. أنا هقرأ السؤال وأنتوا بتفكروا، أنا بخلي بعض الطلاب يقرأوا عشان يتعودوا على الإيه القراءة. أسمع الدكتورة فاطمة أسامة تقرأ معي. فاطمة أسامة، أي الأشكال التالية عدد القلوب يمثل 3/4 الشكل؟ تعرف يا فاطمة إن 3/4 هذه أخذناها في الرياضيات، يعني 3 على إيش؟ صح يا فاطمة؟ كده صح؟ إيه. إن شاء الله عليك. بقى.
لا ما تقوليش باء باء ولا الف، احنا تقعدي بقى الحين تجيب ورقه وتحلي، لان هذا سؤال قوي. احنا دخلنا بقى يا شباب في الاسئله المتوسطه، احنا لعبنا عليكم من شويه وادينا لكم الاسئله السهله، دخلنا على القسم الثاني. الدكتوره سلطانه فكري عشان تجاوبي انت وفاطمه اسامه ان شاء الله. اللي جاهز بيرفع يده بهدوء كده عشان اشوف مين الطلاب. شكرا، خلص الوقت. اتمنى الطلاب اللي هم رافعين يدهم باستمرار، لا ما ترفع يدك باستمرار، يعني مع كل سؤال نزل يدك وبعدين ارفع من جديد. يا ويله اللي يقول لي انا كنت معلق يدي على السؤال السابق، انا عايز الطلاب اللي معايا مصحصحين، مجرد ان انا تركت السؤال خلاص تظبط الاعدادات عندك وتنزل يدك ونبدا من جديد. طبعا انتوا فاهميني. الدكتور سالم، دكتور سالم سامعني؟ سالم يا سالم. طيب اسمع جيان، جيان الحزمي، لان سالم ما بيرد علي. قولي يا جيان. نعم تفضلي يا جيان. فهمت انه ثلاثة ارباع يعني سيكون هذا دال اكيد، لانه في أربعة من هذا، لأن في ثلاثة أرباع، لأن في ثلاثة أرباع. طبعا أنا عارف طبعا إن جيان عشان هي رائعة ما شاء الله ومتفوقة ما شاء الله في موهبة وفي الكنجارو هتجيب الجواب الصحيح. طيب أنا عايز أشوف إجاباتكم على الشات كده، أنتوا كتبتوا إيه؟ إيه وين؟ اتنين بس اللي كتبوا؟ ثلاثة؟ أربعة؟ خمسة؟ تمام. طيب جيان بتقول لكم ايه يا شباب؟ اذا كان ثلاثة على اربعة يعني من كل اربعة يبقى فيه ثلاثة ملونين بالقلوب، يبقى اشكال القلوب متوقع ان يكون الجواب بكل تأكيد هو دال. طيب واحد يقول استاذ طيب ليش ما اخترت باء؟ باء دول ثلاثة ودول أربعة. أقرب جواب يا شباب، أقرب جواب هو باء، والجواب الذكي هو دال. خلي بالكم يا شباب، هو عايز القلوب إلى الكل، يعني لو أنت كتبت ثلاثة ثلاث قلوب على أربع أشكال تانية مختلفة خطأ. خطأ. مين يقول ليش هنا خطأ؟ أما أسأل سؤال للجميع افتح المايك. أما أسأل سؤال للجميع افتح المايك. ما فهمت. أنا بقول لحظة أنا بقول في بقى لحظة اللي بيتكلموا. أنا قلت باء عديت القلوب لقيتهم ثلاثة. والمثلثات والمعين ده لقيتهم أربعة، كتبت ثلاثة أربعة واخترت باء، وش رأيك؟ ما ينفع لأنه هو المفروض يجمع كل مجموع، كل مجموع نحط ثلاثة على السبعة. أيوة بطلة. بطلة. أكيد فاطمة الغامدي صح؟ أكيد دي فاطمة الغامدي اللي اتكلمت صح؟ أيوه أنا واثق ما شاء الله، الله يحفظك يا فاطمة. فاطمة بتقول لكم يا أولاد ثلاثة على الكل، على الكل ثلاثة على سبعة وهذا خطأ. طب تعالى هنا يا سالم أعد دول، دول ثلاث قلوب على الكل صح، يعني دول ثلاثة ودول أربعة سبعة ودول أربعة 11 صح؟ صح. غلط، يبقى دي برضو خطأ. يعني خطأ. أنت معايا ولد ولا مش معايا؟ معاك، أقول صح إنها خطأ. سلطان عد معايا كم قلبة هذول؟ ستة. ستة، عد كل شيء.
ستة عشر أربعتاش. أربعتاش برضو غلط، لأن ستة على أربعتاش لما تعمل تقسم على الاثنين تعمل تبسيط تطلع الجواب هنا ثلاثة على سبعة. كل الإجابات غلط. أكيد مين؟ دال. خلاص ما بقى إلا هي. إيه ما بقى إلا هي. لكن الطلاب برضو الرائعين اللي عايزين يفهموا زيادة زي فارس والشباب، تعالوا نثبت لكم إن دال صح. هذه إثبات. تشعر 12 السبب. شباب شباب أنا ما في داعي، خلاص المفروض أخذ دال وامشي صح؟ صحيح. ما في داعي. بس أنا أثبتها لكم ليش؟ إيه. أثبتها لكم عشان بس تعرفوا إن دال هي الجواب الأكيد 100%. طبعا أنا لازم أتكلم عن الكسور، لأن الكسور من الأشياء المهمة جدا في الرياضيات. عندي كم قلب؟ 3 و3 6 و3 9، 9 قلوب على كلهم على 12. على 12. طب اسالكم سؤال، هي 3 على 9 على 12 تساوي 3 ارباع؟ اللي بيكتب ما 3 بيصير 3 على 4. يا استاذ 3 على 3 ارباع يا استاذ، 3 ارباع يطلع الجواب دال صح. خلاص صح واضحه؟ إيه. أي طالب يجد صعوبة في أي سؤال اللي بيكتب هذا، سعد يا سعد يا سعد اوعى تكتب على الشاشة ثاني يا ويلك. سعد اشرح السؤال هذا بسرعة. سعد كلمني يا ولد. يا سعد الله يهديك. شباب أي طالب أنده عليه لازم يكون سريع يجاوب بسرعة عشان ما يضيع الوقت. خلاص هناخد السؤال اللي بعده. طبعا ارجعوا للمقطع المسجل إن شاء الله عشان تفهموا مرة ثانية اللي احنا بنشرحه الآن. طبعا احنا بنتكلم الآن يا شباب على مستويات المرحلة الابتدائية وبداية المرحلة المتوسطة، يعني لحد صف سابع يصلح معاه هذا التدريب. واحد يقول أستاذ هذا السؤال يجي لصف رابع، أنا في صف سادس، ممكن يجيك يا بطل الأعمدة البيانية. عشان كده وانت بتذكر الكتاب ابدأ الرياضيات من المستوى الأول وروح للمستوى الثاني وروح للمستوى الثالث، يعني تذاكر الكتاب الثلاث مستويات جزء الرياضيات فقط، وخلي الساينس هذا، خلي العلوم لليش لبعد كده. السؤال الثاني جاوب هسه ولا انت تختار؟ اكتب على الشات يا بطل. استاذ معلش. نعم يا معصوم. انا اقول دال سهل. انا عايز اسمع معصومه بس تقرا لي السؤال وتحل معاي، تفضلي يا معصوم. انا اقول دال. لا لا اقرا السؤال من الاول عشان نفهم معاك. زين. اذا كان المتسابق الاسرع يفوق في مكان الاعلى على المنصه، فما المتسابق الذي حقق المركز الثالث؟ أنا شفت أطول واحد هو الدال، أما الثاني هو الباء، أما الثالث هو الداء، فهو قال الثالث فأنا أقولها اللي هي الداء. أشكرك. أسألك سؤال معصوم، هذا الدرس في حاجة اسمها إحنا خدناها في صف رابع، باين صف رابع أو خامس، اسمها الأعمدة البيانية صح؟ هذا الدرس يشبه الأعمدة البيانية، يعني عايز من العمود الطويل وكذا. طبعا زي ما انتم شايفين الصورة الجميلة اللي موجودة عندكم تفتح النفس والله، خلي واحد يذاكر يا سالم، صح يا سالم؟ سلطان صح 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 ورقم الثالث هو هاء. شكرا. والجيم الرابع والف هو تمام ماشي. جاي لك السؤال الصعب اهو، ما تستعجل يا بطل الابطال انا عارفك. لا هذا برضو حلو، هذا كويس، هذا حبيب هذا السؤال، خليه. لا استنى انا بجيب لك انا سؤال من عندي. طيب انت عارف نفسك صح؟ صح صح. خليك انت يا سالم، انت يا سلطان، انت شويه انت بجيب لك انا السؤال. زهره دكتورة زهرة اقرأ السؤال يا دكتور. بالشكل المجاور للسفر من المدينة ألف إلى باء طريق مباشر، ثم عمل تحويلة عند النقطتين جيم ودال للسفر عبر الخط المتصل، ما المسافة التي تم زيارتها على الطريق؟ طبعا دكتورة زهرة خلي بالنا يا شباب، أسئلة الكنجارو يا شباب أسئلة
مسائل لفظية، أسئلة مسائل كلامية، فعشان كده حاولوا تقرأوا السؤال وتفهموا، لأن ممكن يكون السؤال سهل بس أنت عشان أنت مستعجل وما عارف تركز بتغلط في السؤال. أشكرك، قراءتك جميلة وواضحة. تعال نوضح بس السؤال قبل الإجابة. بيقول يا شباب للسفر من المدينة ألف إلى المدينة باء طريق مباشر، يعني أمشي من ألف أوصل إلى باء. الحمد لله، الحمد لله على السلام. ما حد قال على الله يسلمك، الله يهديكم بس. الحمد لله على السلام. وسلمك الله يسلمك. يبقى من ألف إلى باء أمشي كده على طول، ستريت كده. لكن جه مرة حصل حفريات. الحفريات هنا. فاضطروا يعملوا تحويلة، التحويلة صارت كده. كده. عايز بقى أمشي من ألف أصل إلى باء بس عبر التحويلة دي. هذا قصده يعني. يبقى المسافة زادت كام؟ أنا أستر. تفضل، أنا عايز زهرة، صح؟ زهرة بتحلي معي. لأن مكتوب هنا 3 كيلومتر، ففي الأمام 3 كيلومتر. ونشوف الخيارات في 6، احنا نبغى أكبر أكثر من 6 فيكون الجواب دال. دال؟ معلش أنا طبعاً عشان أنت رائعة أنا مجمع. أنا أبغى أجاوب، أنا أعرف الإجابة. لحظة يا ولد، أنا بس طبعاً ما كنت حابب يا زهرة أعمل إكس، بس أنا عملت لك إكس عشان هو سؤال سهل وتخلي بالك. دائماً يا شباب الطلاب الشطار زي زهرة يغلطوا في الأسئلة السهلة، ليش؟ يا دكتورة زهرة خلي بالك، خلي بالك إن المسافة دي هي المسافة دي يا زهرة. بيقول ما المسافة التي تم زيادتها على الطريق؟ يعني الحتة الزرقاء دي يا زهرة هي نفس المكان القديم هذا، صح؟ صح. يبقى اللي زاد ايه يا زهرة؟ التلاتة دي بس اللي زادت، والمقابل لها هي اللي زادت، والقطعة هذه لو رجتها فوق تطلع نفس ما هي. يبقى اختار ايه يا زهرة؟ 3 كيلومتر. يعني ألف؟ لا، 6 6 6. أنا زود من هنا يا دكتورة زهرة 3، ومن هنا 3، 3 و3 هيعطينا 6. واحد يقول طب ليش ما اختار 10 زي زهرة ما قالت؟ يا أولاد الحتة هذه نفس القطعة هذه اللي فوق، يعني لو مشى من هنا لهنا يبقى ما خسر شيء. يبقى القطعة هذه لو رجناها فوق تضبط معايا هنا كامل. يبقى الزيادة في الطريق هو الجزء اللي كان جهة اليسار والجزء اللي كان جهة اليمين. 3 و3 يعطينا 6، صح يا شباب؟ صحيح. سؤال يلخبط، صح؟ لا هذا لا والله مرة سهل. طيب يلا مين يحل لي هذا السؤال السهل بسرعة؟ أنا. ارفع يدك يا ولد، ارفع يدك. أنا أول واحد رفع يدي. أنا أول واحد رافع يده هو مين؟ فاطمة وسام. والله هي أول واحدة رافعة يدها بس من تحت مش من فوق، مش من قول يا فاطمة. ماشي يا سلم، بذبحك، بجيك الشمال ويا ويلك. قول لي يا بطل. فاطمة موجود يا استاذ. اقرأ السؤال كده. يا الله حظك يا فاطمه، سؤال صعب. سؤال سهل. فاطمه كيف هتجمعي كل هذا كده بسرعه كده يا فاطمه؟ قولي لي الطريقه. نجمع 1 و2 و3 و4 و5. طب والباقيات هذول شو اسوي فيهم؟ دقيقه استاذ، بعدين نضرب الاثنين على 5. يا سلام عليك يا بطله، والله انك بطله، كلمه واحده ما شاء الله. بعدين زيد. طيب أنا كنت عايز أقول لك حاجة يا فاطمة، في حاجة تسمعوها مني يا شباب بنعلمها للطلاب اللي في الثانوي، بقول لهم إن أرقام الآحاد أو رقم الآحاد هو مفتاح الحل. مفتاح الحل. فاطمة وسامة بتقول لكم جمعوا لي 1 و2 صاروا 3، و3 صارت 6، و6 صارت 10، و10 عم 5 15. هل دي في أولها 15؟ في الا ده
هل دي أولها 15؟ هل دي أولها 15؟ ما في إلا دال. مين يقول لي يا شباب؟ أنا استخدمت استراتيجية إيش؟ الاستبعاد يا أستاذ. الاستبعاد. أنا كده استخدمت استراتيجية الاستبعاد. حلو السؤال والله صح؟ مرة حلو السؤال. مرة سؤال سهل. الواحد يا لك بقى خصيت 5 وشوفنا معنا 3. يصدى مرة. وناخذ الخاسر بس 15 فندور عن اللي موجود في الاوحال 15. تمام اشكركم. اللي عنده يا شباب الجهازين مفتوحين يحاولوا يبعدوا الجهازين عن بعض. شكرا خلص السؤال. شكرا. سؤال 5 ارفع يدك يا ولد اللي عايز يتكلم. طبعا في بعض الطلاب بيعلقوا يدهم كثير فعشان كده انا هم بيكونوا اذكياء وانا بكون ذكي. انا كمان بتنيني عامل عاكس الايش عكس الارقام. يلا عادي هم يعملوا ذكاء وانا اعمل ذكاء برضه. ما شاء الله في 10 رافعين يدهم ما شاء الله تبارك الله. اسمع مين يا شباب اللي ما جاوب كثير؟ انا محمد. استاذ انا اتوقع بالسؤال اللي سجل. اسمع محمد. محمد الاول اقرا يا محمد بسرعه. يلا فهد ريالين في حصالة كل أربعة وجمع 5 ريال وفرها في 5 أسابيع 20 ريال. كيف 20 ريال؟ كيف حلتها بسرعة كده؟ أسكن أنا لسه قاعد لسه أحسب يا ابن الله يهديك. واحدة واحدة يا ولد علي يا ولد. جو. يضع فهد ريالين في حصالة كل أربعة وجمع 5 ريالا يعني يوم الأربعاء يضع ريالين ويوم الجمعة يضع ريالين. يبقى في الأسبوع بيضع كم ريال؟ 4 ريال. في كم أسبوع؟ 5 يعني يصير 4 × 5 20. ما شاء الله عليك والله انت جبت طريقة جميلة سهلة ما شاء الله. بطل يا ولد عشان كده انت ميسي. انت ميسي ولا مش ميسي؟ احسن من ميسي. احسن من ميسي. بطل انت فعلا كده. في واحد يقول لك ميسي. ميسي ايه هذا ال لا استاذ انا الظاهرة. جاك ايش؟ انا الظاهرة الظاهر رونالدو. خلاص بقى خلاص سيبوا الكوره بقى الله يهديكم سيبوا الكوره. يلا جاكم السؤال الصعب. جاكم السؤال الصعب. ارفع يدك بهدوء اللي عايز يجاوب. بس قبل ما تجاوب حاول تحل في الورقه عندك. اللي ما هيجيب يا شباب اللي هيتاخر عن الحصه ولا ما هيحل الواجب ولا ما هيكون جنبه قلم ورقه يا ويله يا ويله. بخلي الوالد يصور لي وهو قاعد يدرس. الطالب اللي هيتصور وهو مش قاعد معاه ورق وقاعد يحل معي بنزل صورته على تويتر. في يا شباب الشات مفتوح تقدر تكتب على الشات. تقدر يا سلطان اللي بتضحك تكتب لي على الشات وتقدر انك ترفع يدك وتقدر انك تسأل لو في سؤال صعب ما فهمته. الدكتورة معلش اللي هتجاوب معايا هنا هتكون بنت. أسمع مين؟ أسمع الدكتورة لنا. لنا نعم يا أستاذ. طيب انا هقرا السؤال يا لنا وانت بس ساعديني في الحل لان السؤال صعب شوي. هو بيقول ايه؟ معطيني هذا الخط هذا يا لنا. الحرف هذا في ساعات احنا في الرياضيات نحب ندلعه الالف نكتبه الف كده. هذا كانه الف برضه. يعني المسافه من الحرف هذا الى جيم 10 والمسافه من باء الى دال 15 والمسافه من الف الى دال 22. طالب مني باء جيم بس الحته هذه يا لنا. الحته الصغيره هذه و22. طالب من الحته الصغيره هذه يا لنا. طيب يقول اوجد طول باء جي. فكري على مهلك وبعد شويه ارجع لنا بالحل. طيب والطلاب يكتبوا على الشات الاجابات. انا شايف هنا سعد ما شاء الله عليك يا سعد. سعد منظم والله بيكتب الاجابات كامله شاطر يا سعد. طيب يلا هسمع لنا وسعد يجهز نفسه للإعادة لما لنا تخلص حلها.
قولي يا لن. لنا انا رسمت لك الخط اهو يا لنا الحين. طيب هو بيقول ايه؟ انا هتخلي بس اكتب بعض البيانات وانت تبقى تساعدينا في الحل. بيقول يا لنا الخط من اول الف الى جيم ب10، يعني هدول ب10 يا لنا. طيب ومن المسافه من باء الى دال هذه، هذه يا لنا شوفوا من باء الى دال هذه ب15، وكل الخط 22، كلش هذا 22، هذا اللي اعطاه لي. وهو ايه بالحته الصغيره هذه؟ تفضل. يا دكتورة لنا، طب إذا لنا في مشكلة عندها في الصوت أسمع من قلت سعد. قول يا سعد. يا سعد. طيب سعد الظاهر عنده برضو المايك عنده ما بيتكلم كثير، هو بيكتب لي على الشات كثير. فاطمة الغامدي. ساعديني في الخطوات يا فاطمة. أنا الآن مثلت الأشياء اللي هو معطاها لي، هذا وهذا وهذا، قولي لي يا فاطمة. يا فاطمة. طيب واضح. بس فاهم قصدك، بس أنا طلعت حل. قولي. أستاذ أقول الطريقة اللي طلعتها أول شيء ولا أقول أول شيء الحل؟ لا ما هو أصل طريقتك أو طريقتي لازم تيجي على الرسم، يعني لازم تمثلي البيانات على الرسم كده. أنا كيف يعني واحد يقول لي أنا هجمع وأطرح وأضرب ما أدري، وأنا ما أضرب والله، ما أنا لازم قدامي الشكل أهو، قعدت أخطط عليه. كملين على الشكل هذا يا بابا. طيب خلاص أنا هجاوب أنا لأنه واضح. طيب مين أستاذ أنا أجاوب أنا؟ قول يا اللي قول فارس، قول يا فارس. أيوه أستاذ، طب أقدر أستخدم المرسمة؟ إيه أقدر ما شاء الله. اسمعوا بقى شوفوا المثقف اخوكم فارس، اسمعوا وتعلموا يا اولاد والبنات. امسح لك هذا ولا تمولتش؟ اهو مسحت لك كل شيء اهو، اتفضل. هذا كله 22. حلو، طب ما ترسم على الخط الفاضي، انا عامل لك خط فاضي اهو يا ولد. هذا حين. ها جو. لا تكتب يا سلطان شيء. يلا يا فارس. من هنا عادل. يلا يا ولد. ها من هنا إلين هنا. اه 22. ممتاز. طب اكتب لك انا. ماشي طيب اهو 22. بص انا هكتب لك 22 اهو 22. يلا ها. بس ابغى اخذ المرسمه بس، كيف كيف تاخذ المرسمه؟ ما على حسب البرنامج عندك انت على الزوم، انت كيف انت بتختار؟ ايوه انا من فوق. ايه طب قولوا، انا قولوا انا اكتب لك كده سريع. يلا طيب من جلي لل من دال لجيم. من دال لجيم. ها ما عندي من ما في ما في. ها بس من دال للبدايه. ما هو من دال للبدايه 22، من باء لدال هذه 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 ايوه لهنا 15. من 15. ها ومن الف الى جيم 10 اللي هي هذه هذه. ايوه يلا كمل بقى الحين. بعدين ممكن نسوي 22 ناقص، ممكن نسوي 12 زائد. خلي بالك يا فارس ال 22 هذه الخط كله،
طيب لو انت قلت اللي هذول 15 هذول 15 يبقى الحته يعني هذه كام؟ هذه 7 تكون 7 7 وهنا ممكن من جيم لباء تكون 3 بطل. حي زميلكم يا اولاد، حي زميلكم والله. فارس رائع فيها ان هو مثل الخط هذا والخط هذا والخط هذا. اشكرك، ممتاز. حد عنده عاده سريعه؟ يلا يا فاطمه الغامدي قولي بسرعه طريقتك، اتفضلي. استاذ انا استخدمت كانها معادلات. صعب عليك يا فاطمه معادلات وهي مساله كده؟ يعني ما تصعبي على نفسك، يعني قولي كيف معادلات يعني؟ يعني بالأحرف حقتهم أنا استخدمت إنه الألف والجيم إنهم نجمعهم زي الجيم دال، عشان هو إيش يطلع؟ عشان أطلع قادر أطلع حق قيمة الجيم والدال أول شيء، عشان هذا هيساعدني في إيجاد الجيم. طب أسألك سؤال، أسألك سؤال فاطمة، بالمعادلات صح وفارس صح، بس تحسي أني طريقة أحسن أسهل شوي؟ طيب طريقة فارس، أنت بنت رائعة وروحك رياضية، أشكرك. في بعض الأولاد أقول لهم يقول تقول لي أستاذ طريقتي أحسن من طريقة فارس. أشكرك يا فاطمة. طبعًا كلما كانت الطريقة خفيفة وسهلة كان أفضل. إعادة إعادة لطريقة السهلة اللي هي طريقة تمثيل البيانات على الرسم. من ألف إلى دال كل هذه. كان عندي طريقة حلوة لكن نسيتها. نسيتها؟ طيب ان شاء الله ربنا هيجيب لك الفكره مره ثانيه. انت عارف يا سالم سلطان؟ سلطان سلطان تعرف يا سلطان عشان ما تنسى الطريقه تعمل ايش؟ استغفر صح؟ تكتبها عندك على الورقه يا ولد، تكتبها على الورقه، سجلها عندك على طول. اي فكره تجيك يا شباب، انتوا عارفين يا شباب اقول لكم قصه 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 جميله. انتوا عارفين كتاب الموسوعه هذه حق الكنجارو هذا انا كيف الفته؟ كتبته متى؟ ايام كورونا، وانا جالس كده في رمضان، مش رمضان كده في كورونا وكان في حظر. قلت ايش؟ الطلاب بعد ما يخلصوا موهبه بيزعجوني، يقولوا لي ما عندنا كتب نذاكر عشان الكنجارو والكنجارو، ايه رايك اعمل كتاب كنجارو؟ ابتديتني جاي بسرعه، جايب ورقه وكاتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكنجارو الجديد. وسلام عليكم، وسكرت ورحت نمت. ثاني يوم اشتغلت. طيب انتوا عارفين يا شباب لو انا ما قمت يوم في رمضان كده وكتبت بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكنجارو الجديد كذا كذا، كنت تاني يوم نسيت صح؟ فعشان كده يقولوا ايش؟ يقولوا سيدنا علي رضي الله عنه يقول قيدوا العلم بالكتابه. مين يعرف لك التكرار العلم شطار بذبحك اللي بيتكلم. مين يقول لي وش معنى قيدوا العلم بالكتابه؟ مين يقول لي وش معناها؟ قيد العلم بالكتابة. تبغى تحفظ تكتب. تبغى تحفظ تكتب، ماشي. وإيه كمان؟ إن الكتابة تعلم الشطار. هو قصده يا شباب سيدنا علي رضي الله عنه قصده إن الطلاب والمتعلمين اللي عندهم أفكار إذا ما كسجلتش الفكرة في نفس اللحظة بتروح بتطير. فعشان كده سجلوا إيه؟ البيانات، سجلوا البيانات. أنتوا عارفين يا شباب الطلاب في أمريكا وفي أوروبا كده كل واحد جنب السرير عنده غرفة النوم، عنده إيه جنب السرير؟ ما كتاب مكتب مو بالإضافة الكتاب، كده نوت صغير كده وقلم. أنا شفت كده يعني خبراء أمريكان وخبراء أستراليين كثير كنا بنتدرب معهم، كل واحد لما كنا نروح الفندق في غرفهم كل واحد جنب كده حاطط نوت صغير كده وقلم، القلم جوا النوتس كده، أي معلومة تجي له فكرة إني مسجلها. الله يهديكم. بس أنت دايما يا سلطان تعمل لنا مشاكل بس. بس كويس، الله يتذكر، أفدت الطلاب بهذه المعلومة المهمة. إعادة للسؤال. إعادة. كان قصدي إني أفهمهم. لا أنا قصدي إيه؟ أما تجيك فكرة سجلها. من ألف إلى دال كل هذول 22، تمام ماشي. ومن باء إلى دال هذول 15، ما تفيدني بشيء.
يبقى لو دول 22 ودول 15 يبقى هذول 7. 7 7 و15 هذول 22. وقال من ألف إلى جيم هذول شباب هذول بيسوون 10. لو دول 10 يبقى هذه 3 لأن هنا 7. 7 زائد 3 يساوي 10. شكرا. وقت في السؤال بس طبعا وقت مهم لشرح هذه الأسئلة المهمة. أتمنى أمشي بسرعة شوية. يلا سؤال وجواب. سؤال وجواب وأمشي بسرعة. معصوم ما بيجاوب على السؤال. معصوم ما عمل السؤال مر علي. مر عليك في اختبار ولا إيه معصومة؟ معصومة كلمين. لا ما كنت سهل مرة. أول في الكتب ذاك مر علي ذا السؤال. تمام. يلا اجري على السؤال 7 يلا. إذا كانت قيمة النقطة 1 وقيمة السطر مثلا 5 سبيل المثال 8 فأي الأشكال التالية تساوي 12؟ إن ذا الطويل فيصير هذا 6000 فيصير خطأ. أما باء تصير 11 أما جيم تصير 12 أما دار تصير ذوك أكثر من 12 بطلة فتصير 15 تصير 17 أما على طول نقول إن الإجابة جيم. تحية قوية والله قوية. تحية قوية لهذه الرائعة ما شاء الله تبارك الله. أشكرك رائعة بطريقة جميلة. جبنا الجواب. السؤال اللي بعده. طب أستاذ عندي طريقة بسرعة. أول شيء نشوف هو يبقى 12 الجواب فنشوف الخط الواحد 5 على طول نجيب 5 زائد 15 بعدين نشوف نقطتين كل نقطة تساوي 1 فواحد زائد 1 2 بعدين نجمعهم. طبعا الطريقتين قريبتين من بعض. أشكرك. هما الطريقتين قريبين من بعض بس طبعا فارس عشان هو قال ايه انا طبعا اختكم يا شباب كانت بتشرح لي كامل عشان اخوانكم يفهموا يعني انا بفهم طبعا من لما تكون في حد بيشرح. طبعا اكيد اختكم مش هتضطر الف لان واضح ان الف مره بعيد لان دول 6 بس هي قاعده تقول لكم ايه لما تحسبوا انتوا تحسبوا هتطلع دي معاكم 6 ولما تحسبوا دي هتطلع 11 وفارس قال لكم ان كل خط 5 و5 10 اخد كمان حبتين يطلع الجواب هو جيم. ماشي شباب. شباب اللي انتوا عندكم الكتاب لو خدنا فيه واجب صح؟ مين اللي ما عنده الكتاب؟ كتاب الكنغارو والممسوعه هلا اي عندي انا عندي عشان الواجب هيكون فيه. استاذ نعم. ساعد يجاوب. طيب استاذ عادي اجاوب انا. استاذ انا عندي اياه كتاب الكنغارو والممسوعه. تمام. حتى انا عندي حتى انا اسمع بس معلش اللي بيتكلموا هذول اللي بيتكلموا هذول خلاص اسمع. مين اللي ما جاوب كثير يا ولا مين اللي ما جاوب كثير اليوم؟ انا فارس. انا فارس. بذبحك يا فارس بذبحك. تجاوبت جاوبت كثير يا ولا اسمع ترى عشان ما جاوبت كثير. لا 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 انا معصومه عرفت معصومه برضه جاوبت كثير. قول يا سلطان. استاذ عادي انا. طيب طيب طب لحظه يا سلطان. طب لحظة أخذ سلطان واللي جاي حور واللي بعده حور. قول يا سلطان. طيب كاتب الأستاذ هنا متى تخلص؟ غيم السم ما في عنوان هنا ما في شيء. إيه ما هو مدي لك كده تسلسل كده. متى تخلص أستاذ؟ بذبحك اللي بيتكلم هذا. إحنا في السؤال الآن يا ولد. إحنا بسؤال. أنت مليت. لحظة بس يا سلطان. مين اللي بيقول أنا خلص هذه بيخلص؟ مين هذا؟ أنت مليت يا ولد ولا لسه؟ تعبت؟ لا بس اسال. احنا ان شاء الله كمان 10 دقائق خلاص. معلش انا عارف ان كان عندكم بث وعندكم منصه. معلش قول يا سلطان. طيب كاتب الشد بالغيمه 2 وناقص هذه ليش ناقص 0؟ اي ناقص 0. اي ناقص 0 يساوي 2 زائد 1 3 3 نكتب وضرب 5 3 ضرب 5 يساوي 15 الإجابة هي د. أشكرك يلا خلاص. حور أشكرك يا سلطان بطل. حور السؤال اللي بعده بسرعة عشان أخوكم. يا حور. نعم. يلا سؤال سهل أهوت الحين أهوت على الشاشة. إذا كان الأمس هو يوم الأحد ف
فما يوم الغد؟ ثلاثاء. ليش؟ لأنه أمس هو يوم الأحد واليوم حيكون الاثنين فبعد الثلاثاء. أشكرك. طبعاً من الأسئلة السهلة هذه صح؟ اللي عليها ثلاث درجات صح؟ هذه السهل ثلاث درجات. درجة واحدة السهل. ما متأكدة منها. إيش تقولي؟ يلا سؤال جميل على الشاشة. سؤال جميل. أنا عندي طريقة ثانية بس ما متأكدة منها. سؤال طريقة السؤال هذا تسعة ولا عشرة؟ يعني ممكن يفيد برضو من الأسئلة الباقي يعني أسئلة اللي ما تحتاج سهولة فيها يعني يكون لك أيام كثيرة زي كذا. إيه الأيام الكثيرة هتيجي لسه في بعد كده إحنا في أول يوم لسه الأسئلة الكثيرة والتقيلة لسه جاية. يلا سؤال عشر. أي الأشكال التالية المساحة الرمادية لا تساوي المساحة البيضاء؟ ارفع يدك وسكر المايك. كله سكر المايك يا أولاد، ما حد يفتح المايك أبد. أنا لقيت بعض الطلاب الحين يفتح المايك بدون إذن. اللي فاتح المايك يسكره، فتح المايك فقط برفع اليد. الدكتور أشكركم. فاطمة أسامة اقرأ السؤال. أي الأشكال الآتية التالية المساحة الرمادية لا تساوي المساحة البيضاء؟ يلا بسرعة اديني الجواب. المساحة الرمادية لا تساوي المساحة البيضاء، يعني أكبر ولا أصغر عادي بس ما هو بجدها. يلا يا دكتور فاطمة. طب ساعديني يا فاطمة. فاطمة تعالي الشكل الأول، الرمادي قد الأبيض صح؟ إيه. والرمادي قد الأبيض صح؟ إيه. والكرة البيضاء قد الكرة الرمادية صح؟ إيه. يبقى هذا متساويين، هذا النص تماما، نص أبيض ونص رمادي. طب تعالي هنا يا دكتور فاطمة وزام. إياك أستاذ. إيش رأيك؟ لا أستاذ، لأن الأبيض أكثر من الرمادي. أكثر من الرمادي. صح؟ طب تعال بس أأكد لك إن حلت صح يا فاطمة وزام. تعالي هنا. شوفي الأبيض قد الرمادي صح؟ إيوه. والحتة الرمادية هذه قد الحتة البيضة هذه صح؟ إيوه. يبقى هذا يمثل النص. في طلاب عندي يا فاطمة قالوا لي ده للصح، هل ده الصح يا فاطمة؟ ما أتوقع أستاذ. فده الخطأ كمان. ليش؟ لأن النص مساحتها النص. أيوة النص هنا ما تغير. النص هنا لون، هنا رمادي وهنا أبيض، هنا أبيض وهنا رمادي، كرة بيضة وكرة رمادية، هنا النص تماما. فعلا فاطمة وسامة كلامها صح، باء الجواب الصحيح. السؤال اللي بعده يا أولاد عشان الوقت بيمر الله يهديكم. بس الوقت سؤال الأبطال، هذا سؤال الخمس درجات. سؤال درجتين بس. ايه انا مرة سؤال. ايوه استاذ درجتين بس. فكر في السؤال وقل لي. خلص الوقت. اسمع مين اللي يقرا السؤال، ارفع يدك. طبعا ما شاء الله على الشات، اشكر الرائعين اللي قاعدين يكتبوا على الشات. لا تنتظر يا شباب، اذا انا ما اعطيتك شيء فرصه تتكلم اكتب على الشات. قول يا زهره. هذا فهد سلة بها تفاح وبرتقال، إذا أكل فهد نصف التفاح. الله يهديه، جوعان بين الولد هذا. أي جزء من الفاكهة يتبقى في السل؟ إيه، وثلث البرتقال. أي جزء من الفاكهة يتبقى في السل؟ أول شيء أستبعد أقل من النصف لأن هو أكل نصف التفاح، فالنصف الباقي والثلث يعني الباقي بالثلث يكون أكثر من النص. أكثر من النص، ما شاء الله عليك، والله إنك شاطرة.
طبعا يا شباب نصف تماما لا، لان هو لو قلت يا شباب هذه السله فيها مثلا سته تفاح وسته برتقال، لو اكل مثلا نصف الايش، نصف التفاح، يبقى اكل ثلاثه ويتبقى له ثلاثه، واكل ثلث هذه. الثلث يا شباب يعني اقل من النص، يعني لو قسمت السته على الثلاثه يبقى اكل حبتين ويتبقى له اربعه. يعني يا شباب كانت السله فيها 12 حبه بقى فيها سبع حبات. السبع حبات زي ما احنا خدنا في صف خامس وصف رابع، السبعة أكبر من نص ال 12 اللي هي الستة، يبقى باقي عنده أكثر من النصف. نصف. أكثر من النصف. أشكرك. هناخد السؤال اللي على الشاشة الآن. سؤال جميل. هذا سؤال. نعم. أبغى أجاوب أنا على هذا السؤال، يعني من فتحنا ذي الصفحة جاي ذهني على هذا السؤال، أبي أجاوب عليه. يا سلام، أمري بس، تفضلي. أول شيء هو يقول إذا كان غلاف أحد الكتب مثقوبا كما بالشكل التالي فأي الأشكال سترى من خلال هذين الثقبين على صفحة المقابل إذا أقلق الغلاف؟ تمام. إنزين الباء خطأ. يعني بالعربي كده إيه؟ بالعربي كده، خليني مش هجاوبها بس أشرح. أنا عندي كتاب جميل هذا ما شاء الله والصور الجميلة هذه. أنا الكتاب هذا الوسط حقه. أنا هصفط الكتاب كده. هنا فراغ. هيجي على الصور هنا، هيظهر بعض الصور، هيظهر مين؟ تفضلي. إنزين السؤال ألف خطأ، ليش؟ لأن هو في لو تلاحظ ان في اللي يسكر الكتاب ويفتحه ان في ثلاثه فبينقص الصياغه الاولى. تمام. فبيظل الدباب انزين باء بعد خطا لان نفس الشيء. انزين جيم ذاك ممكنه، خلينا نروح دال، يمكن يصير دال. انزين دال خطا فبصير الوحيده جيم. اشكرك ما شاء الله عليك، ما شاء الله رائعه، شرحك ممتاز والله، انت شكلك هتبقى احسن مني في التدريب ما شاء الله. طبعا هنا انا عندي يعني طريقه ثانيه، قول طريقه الثانيه بسرعه، تفضل. استاذ اذا كانت السياره الورديه هي بكل الاجابات الا جيم هي اول وحده، وهي خطأ أنها تصير أول واحدة، فكلها تشوفها أنها كلها إن شاء الله في الطبعة الجديدة عشان أنت ما تقولش كده، هغير واحدة من السيارة الوردية هذه إن شاء الله، هحطها مثلا زي هذه إن شاء الله، صفرة هحطها عشان ألخبط الشباب فيها، أكتبها كده عندي في الملاحظات عشان خاطر سلطان غير السؤال عشان يبقى صعب. طبعا كلام سلطان صح، بيقول ان هنا السياره هذه الورديه هذه في البدايه، وفي البدايه هنا ده اصلا مسكر هيسكر عليها، لكن هذا مفتوح. هذا اختصار الوقت تقديم الجواب الصحيح. اشكركم جدا مع هذا السؤال الجميل. بسرعه عشان الوقت، ما حد يجاوب ولا يتكلم لما اقول لو سمحت. تعلموا بقى خلاص طريقتي في التدريب عشان هذا النظام اللي انا بشتغل فيه دائما، ما حد يجاوب الا لما يرفع يده. عندنا يا اسمع يا اما علي يا اما لنا، يا علي يا لنا، اللي جاهز يقول لي، علي او لنا اللي جاهز يقول. يجفف عبد الله العنب للحصول على الزبيب، يحصل على 1 كيلوغرام من الزبيب من 4 كيلو من العنب. عارفين يا شباب الزبيب اللي هو العنب المجفف. كم عدد الكيلوغرامات التي يحتاجها للحصول على 4 كيلوغرامات من الزبيب؟ انا لانا. يلا يا لانا. يحصل عبد الله العنب للحصول على الزبيب، يحصل على 1 كيلو من العنب.
كم عدد الكيلوغرامات التي يحتاجها الحجر؟ 1 كيلوغرام. واحد بس، ما فيش 1 كيلوغرام في الخيارات، ما فيش 1 في الخيارات. اعمل زي سلطان واحط 1 كمان عشان لخبطكم. بس خلي بالك يا دكتورة، ده هو هنا عايز ايش؟ 4 كيلو من الزبيب. كيلوغرام الاربع، لا الاربع من الزبيب هذول عشان يكونهم الكيلو الواحد من الزبيب يحتاج 4 من العنب، يعني 4 كيلو جرام من العنب يساوي 1 كيلو جرام من الزبيب. ها؟ فلو هنا يعني الضربة في 4، يعني لو أنا عايز هنا 4 لازم أضرب هذه في 4، 4 في 4 يدينا كام؟ 16 كيلو من العنب عشان يسوون 4 كيلو من الزبيب. شباب شباب، اليوم أخذنا تعريف بالبرنامج وأخذنا مهارات كثيرة إن شاء الله في المحاضرة الجاية. بالله عليكم هذا التدريب ساعة ونصف يصلح واحد يجي المحاضرة الجاية يغيب؟ لا شكرا الله، شيء مرة سهلة. بالله مش أسئلة جميلة وأشياء كده تفتح النفس كده وخلي الواحد يفكر، صح؟ حلوة والله، مرة سهلة. إيه والله حلو، صح؟ عشان كده يا شباب ضروري جدا ناخذ حاجة اسمها واجب. خلاص؟ أنا هكتب على الشاشة الواجب الحين عشان تكتبوا معاي الواجب. الواجب هيكون اكتبه هنا على الشاشة، يا ليت تصوروا لما اكتبه على الشاشة عشان الواجب مهم جدا عندنا. الواجب صفحة، خليني اكتب كده. طبعا عندكم الكتاب صح؟ صح. ايوه صح، اللي هو الخنقار والموسوعة اتوقع، صح؟ خلاص ماشي، خليني بس اكتب الواجب عشان الوقت. الواجب هنا المجموعة الأولى صفحة، طيب شباب الواجب هيكون صفحة 73. 73، استنى يا ولد، 73. الأسئلة 14 و15، تمام؟ وصفحة 74 الأسئلة 16 و17 و18 و19 و20. طبعا يا شباب في جروب للتليجرام، المحاضرة هتكون مسجلة وموجودة في جروب التليجرام. ليش؟ عشان إذا واحد حب يرجع للمقطع يشوفه مرة ثانية يقدر إن شاء الله. خلاص؟ واللي غاب إيش؟ أو اللي غاب كمان، اللي يغيب يعني شوف. بس إحنا طبعا مش عايزين حد يغيب، لأن اللي بيغيب طبعا بيأثر إيه علينا. إحنا طبعا عايزين الطلاب يكونوا حاضرين معنا كلهم إن شاء الله حصة بحصة، عشان إحنا ما نبغى نرجع الشرح مرة ثانية. تمام. تليجرام ممكن تضيف رقم أمي؟ ده أنا عملت صح يا شباب، أنا عامل جروب على الواتس ولسه ما عملت جروب التليجرام. صحيح، لسه ما عملت جروب التليجرام، لأن التليجرام هو بيصلح للملفات الكبيرة، والمقطع طبعا ساعة ونصف. ساعة ونصف يعني الله المستعان كبير مرة يعني. خلاص إن شاء الله. أنا كنت سعيد جدا بالمحاضرة معكم اليوم، وإن شاء الله تكون محاضرة جميلة المحاضرة القادمة بإذن الله. نلقاكم على خير. مع السلامة. الله يعطيك العافية أستاذ، الخلفية حقتك حلوة أستاذ. عندي لك استفسار. تفضل. نعم تفضل، اللي بيقول عندي استفسار تفضل. أنا سلطان، أنا سلطانة، أقول أبقى أجاوب، أقول سلطانة أنت تاخذ سلطان، لأن يعني في الفصل 2 سلطانة وسلطان. طيب حاضر. طب يعني هذه الملاحظات أثناء التدريب في الوسط كده على طول، لا تنتظر لحد آخر التدريب، تمام؟ حاضر حاضر. لا بس خلي بالكم، لا أنا قلت سلطانة صحيح صحيح. تمام، أشكرك على الملاحظة، معذرة. أنت المرة الجاية أنا أي مرة أقول سلطان دبان تتجاوب على طول، المرة الجاية بنلغي سلطان خالص ونخلي سلطانة هي اللي تحل معنا الحصة الجاية كلها. الله يوفقكم يا رب. بس يا سلطان، سلطان استفدت يا سلطان اليوم ولا ما استفدت اليوم؟ استفدنا. الله يوفقكم جميعا.
نشكركم. أنا سلطان واحد. نلقاكم إن شاء الله في الحصة القادمة. شكراً والسلام عليكم. تكلم. شكراً أستاذ يعطيك زك الله خير. ما تقص. عافية. عيد الله مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة أستاذ. مع السلامة. النخل اللي ورا مرة تحرك كثير.